مرحبا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نتلاقاو في فيديو جديده. انا غادي خارجه دابا، اليوم السبت غادي نخرج، باغا نتقدى شي حاجات. المهم لبست حوايجي و يلا دابا غادي نخرجو، غنمشي لواحد المول. المهم دوزو معايا النهار ان شاء الله. اليوم نتمنى ان اليوم الفلوق يعجبكم. البنات دابا دخلت للدار، دابا عندنا 8:15، دخلت مالك 8. المهم رديت الحسوة الطيب، هي اول حاجة جات دغيا. غادي حنا كيأذن عندنا مع 9:45 ولا مع ديك 8:47. المهم غادي نتقاسم معاكم دغيا داكشي اللي خديت باش نوضو نوجدو الفطور دغيا. دغيا جبت معايا شي حاجة من الزنقة. المهم عليهم غادي نوريكم داكشي اللي خديت. المهم اخر فينالمون خديت هادي البنات، تقولي كي جاتكم. خديت هادي، بقيت كنقيس قيس بزاف في الاخر، خديت هادي. نوريكم دغيا دغيا من زارا خديت خديت جوج جينات، خديت هذا داي اوت، ها هو، وخديت هذا حتى هو يا توا داي اوت هذا. خديت مهم حاولت ناخذ واحد مفتوح وواحد شي شويه هكا غامق. صافي، وهادو لي بازيك ديال زارا كناخذ منهم ديما هاد لي بازيك هادو. صافي، ضربت ديال الكيابي وليكم دغيا دغيا شنو خديت الاياد. خديت لي هاد الشورت هذا من كيابي، خديت لي مع هاد الشورت في البيض. المهم جاوني جاو مع بعضياتهم. شنو خديت لي لي بودي، هاد جاك هاد جاكيطه، خديت لي جاكيطه خفيفه حيت دابا بدا كيسخن الحال وفي الليل ولا هكا بعد المرات كيجي البرد، خديتها ليا دي خفيفه في الغوج زوينه من الداخل مقطنه خفيفه ديال الصيف. خديت لي داكي ديال لي بودي، ديما كناخدهم الصراحه مكياوي باسكو لو بري تما لي مزيان. صافي، هادو خديت هادوك لي كابسول تاع فيتامين او. سي بون، هادشي لي خديت اليوم، هادشي لي كان لي خديت. سينو دابا غادي نوضو نوجدو الفطور دغيا دغيا. جبت معايا شي حاجة من خدمت معايا شي حاجة، غادي نوضو نوجدو دغيا دغيا الفطور. بقاو معايا البنات، غادي نحل معاكم هادشي لي خديت. المهم خديت هنايا سلاط ديال خوي دماغ، خديت جوج، هيا فيها شويه شغيميك
كالامار كروفيت غادي نحطهم هنا بجوج كل واحد غادي نحط هنايا. المهم اليوم قضيت بداكشي اللي عندي في الفريكو، جبت المسمن البقرير، جبت المسمن معمر كان واحد جوج، طيب تحسوا صافي غنعمر اتاي. هيا هادو غادي نحطهم بجوج بالبصله، وهذا اول مره غادي ناخذ من عندهم. هذا حوت ديرينو في الاوراطه وديرينها في البطاطا، بونا كيفان بونا كنسخنو مات بحال حالينها وديرين فيها البطاطا. هادو هاد الجوج هادو غادي نسخنهم، نغسلهم بهادو ونسخنهم صافي ونش الاخر نحطو. المهم دغيا دغيا ما عنديش بزاف الحاجات اليوم، كيبانو كيبان جوج كيبان كيشه. البنات كانت هذه الطابله ديالنا ديال اليوم ديال الفطور، اللي شافها يقول المصباح انا واقفه في الكوزين. المهم هنا فاش كينفع داكشي اللي كيكون في الفريكو، ملي كتبقى شي حاجه كتجبدها وصافي. المهم فطور مزيان، لي سالاد زوينين ديما كناخذهم هذوك، مي هذاك الاوراطا فريمون زوينه. نتمنى ان الفيديو عجبتكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الناس لاول مره غادي نشوفوا لاشين ديالي، يديروا سابوني وجيم. السلام عليكم.